انتخب اللبنانيون من انتخبوا، فإذا سنحت لهم الفرصة اليوم أنه يلعبوا دور المحلل السياسي، فكيف بيقيموا أداء النواب بعد أول جلسة لألهم، وإمتى بيتوقعوا أنه تتشكل الحكومة؟ كلهم كذابين، بعضه هي ذات البلد، ما في شيء تغير يعني عادي. نواب جدد اليوم ما نعوك بأول جلسة؟ هن بذاتهم بعضهم، أنه اللي قدموا استقالتهم من النيابة السابقة ورجعوا ترشحوا من جديد. طيب إذا من الأول ما عملتوا شيء، هلا شو حتعملوا؟ قد إيه برأيك رح تاخد وقت لتتشكل الحكومة؟ يعني برأيي ما في حكومة، بيشبهوا كل شيء إلا الدولة والنواب، كل شيء مأمل لهم، شو فرقاني معهم؟ عشان يستعجلوا. الجديد والقديم كله مثل بعضهم، إذا بتضل 9 أشهر أو سنة تتشكل الحكومة أو نحن بلا حكومة نفس الشيء. ما بهموني كلهم أبداً ولا شيء. حتى اللي مسميين حالهم قوى التغيير يعني برأيي ما حيقدروا يعملوا شيء، لأنه تركيبة البلد ماشي هيك، يعني بعتقد أنه حيتأقلموا بالأجواء. بعتقد ما في حكومة، احنا رايحين على فراغ. بعتقد لا، انتخابات رئيس لرئاسة الجمهورية. قلتيلي ما رح تتشكل الحكومة، ليه ما رح تتشكل برأيك؟ طبيعتاً طول عمرن هيك بتفقوا بس بدهم يسرقوا وبرجعوا بتخانقوا مين بده ياخد أكتر. شفنا نحن ناس إنه جايين من قبل الثورة وما الثورة، وكانوا عم بيقولوا إنه ما حيصوتوا لنا للمجلس وهيك، بس وآخر الشيء هن لما اتفقوا وقعدوا مع بعضهم شي 7 أو 12 هن صوتوا له وعلناً. نحن انتخبناهم جدد، عالم عن جد أوادم، في عالم أوادم وفي أخي بدك تعطيهم فرصة، يعني هوليك صار لهم 34 سنة بياخذوا فرصة، كل مرة بيقولوا لك هالمرة وهالمرة هالمرة وهالمرة. قد ايه برأيك رح تاخذ وقت هلا لتتشكل الحكومة؟ أنا بقول لك شغلة، هيدي بتكون بلش اليوم شو؟ ليوم القيامة، هيدا بده هيك وهيدا بده هيك وهيدا بده هيك وهيدا بده هيك وهيدا بده هيك، هن شو بده؟ شو بده نصر الله بيعمل؟ شو بده بري بيعمل؟ هيدي من آخرها.